روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة النهاردة لقاء مع أحد أعلام التابعين، الإمام الجليل العلم صاحب الرقائق والمواعظ الجميلة، اللي كان أقرانه في عصره كان يقول: والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أنه يوحى إليه من السماء. إنه الإمام العلم الزاهد الورع الحسن البصري. الإمام الحسن البصري اسمه الحقيقي الحسن ابن يسار، والده اللي هو يسار كان مولى لزيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وأمه كان اسمها خيرة. خيرة دي كانت مولاة أم المؤمنين أم سلمة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هي إيه القصة بالضبط؟ القصة إن أم الحسن البصري كانت جاءت من السبي من بلاد ميسان في الفتوحات الإسلامية اللي كان بيعملها المسلمون في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الفتوحات العظيمة اللي تمت ديت. فكان من ضمن الفتوحات ديت كان فتح بلد اسمها ميسان، فجيء بالسبي من بلاد ميسان، كان من ضمنهم أم الحسن البصري، كانت حامل في الحسن البصري اللي هو الحسن بن يسار اللي سمي بعد ذلك بالحسن البصري. فلما جيء أصبح أبو الحسن البصري اللي هو يسار أصبح مولا لزيد بن ثابت، وأصبحت أم الحسن البصري اللي هي خيرة أصبحت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ووصلت أم الحسن البصري وهو كان ما زال حملا في بطنها، ووصلت وأصبحت مولاة لأم سلمة، وقعدت قضت حياتها في خدمة أم المؤمنين أم سلمة، هذه المرأة اللي كان يضرب بها المثل في رجاحة العقل وفي يعني حكمتها رضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع إن مرت الأيام بسرعة وجيه معاد ميلاد الحسن، وهو كان لسه ما حد سماه، طبعا كان لسه هم ما عرفوش المولود ده ايه اللي جاي، وكله رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع في يوم من الايام ولدت خيره، خيره اللي هي ام الحسن. فلما ولدت فرحت ام سلمه فرح شديد جدا جدا، لانها كانت بتحب مولاتها خيره ديت حب شديد جدا. فلما عرفت انها ولدت يعني بركت لها وهنتها وقالت لها: هل سميتي ولدكي؟ عرفت ان هو ولد، قالت لها: لا لسه ما سميتوش. قالت لها: ايه رايك؟ على بركه الله نسميه الحسن. فقالت لها: خلاص نسميه الحسن. فسمي الحسن ابن يسار اللي هو ابوه اسمه يسار، لسه لحد الان ما عرفناش هو سمي الحسن البصري ليه، هتعرف دلوقتي. هشاهد في الموضوع فسموه الحسن على بركه الله سبحانه وتعالى، سمي باسم الحسن. ابو يسار كان في الوقت دوت، كان في اللحظة ديت كان عندي مولاه اللي هو زيد بن ثابت الأنصاري. فاستأذن من زيد بن ثابت وقال له: بس أروح أشوف زوجتي لسه والدة الآن في دار أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، فأروح بس أطمئن على الولد وأشوفه كده وأرجع مرة تانية. فأذن له زيد بن ثابت ودعا له ولولده بكل خير. طبعا كان المجتمع مجتمع جميل جدا، الناس بتحب بعض، وكان الصحابة بيتعاملوا مع العبيد والإماء والموالي معاملة في غاية الرقة والرحمة التي لا تخطر على قلب بشر، لأنهم تعلموا الرحمة على يد النبي، على يد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع إن راح يسار عشان يطمئن على ابنه، وراح دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، واستأذن في إنه يدخل يشوف ابنه، وشاف ابنه الحسن واطمأن عليه والحمد لله رب العالمين. ثم خرج بعد ذلك ليعود إلى سيده زيد بن ثابت ليخدمه. الحقيقة أن سيرة الحسن البصري أو الحسن بن يسار لحد دلوقتي ما وقفتش عندي أن أم سلمة نقت له اسمه بس، لا، أم سلمة كان عندها مين؟ اللي هي أم الحسن كانت بتخدمها. فأم الحسن البصري اللي هي خيرة كانت بتخرج تشتري لها الحاجات وتقضي حوائجها وتجيب لها كل اللي هي عايزاه من بره، فكانت بتخرج وتسيب الحسن في حجر أم سلمة. فكان الحسن لسه طفل رضيع،
فكان احيانا يبكي من شده الجوع او يعني اي حاجه. فكانت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها صاحبه القلب الرحيم، وهي اصلا يعني قلبها مليان رحمه، وازدادت الرحمه في قلبها لما اتجوزها النبي وبقت ام المؤمنين، اتعلمت الرحمه الكبيره على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكانت لما تسمع الحسن بيبكي كانت تلقمه ثديها وترضعه، خد بالك. فأصبحت أم سلمة هي أم الحسن البصري من ناحيتين. الناحية الأولانية إن هي أم المؤمنين وهو رجل مؤمن يعني، فأصبحت أمه لأنها أم المؤمنين. والناحية الثانية إن هي اللي رضعته، أو هي كانت بترضعه مع أمه، مع أمه. فبالتالي كانت أمه في الرضاعة وفي نفس الوقت كانت أمه لأنها أم المؤمنين. فالحسن البصري نشأ في بيت أم سلمة، نشأ في بيت أم سلمة وهي أمه في الرضاعة، وأمه اللي هي خيرة اللي هي كانت مولاة أم سلمة كانت بترضعها هي كمان. فنشأ في بيت كله كرم وكله أخلاق وكله دين وكله رحمة وكله حنان. فنشأ الحسن البصري رقيق القلب، ولذلك مواعظ الإمام الحسن البصري من أرق المواعظ تسمعها. لازم قلبك يتحرك، ولازم عيونك تدمع، ولازم تحس إن أنت تأثرت جدا بكلام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. فرصة إن هو كان عايش في بيت أم سلمة، وانتوا عارفين حبايبي إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها لازقة بعضها، التسع بيوت جنب بعض، فده كان بيعطيه الفرصة وهو طفل صغير إن هو يتردد على كل بيوت أمهات المؤمنين، كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شوية يروح عند عائشة، وشوية يروح عند حفصة، وشوية يروح عند أم سلمة، وشوية عند جويرية، وعند سودة بنت زمعة، وهكذا كان يدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كلهم بيحبوه جدا ويقدروه، وكان ليه مكانة كبيرة جدا في قلب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع إن هو كانت فرصة عمره طبعا، اتربى في بيت أم سلمة، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت الخير كله، وفي نفس الوقت كان عايش في زمن فيه عدد كبير جدا من الصحابة، فبالتالي قدر يطلب العلم على دين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعدد كبير جدا. لكنه كان مولع جدا، وكان بيحب علي بن أبي طالب حب لا يخطر على قلب بشر، وكان بيتأثر بيه جدا بسبب يعني صلبته في دينه وزهده وبعده عن فتن الدنيا وزخارف الدنيا. فكان متأثر جدا بسيدنا علي بن أبي طالب تأثر غير عادي. كبر الحسن البصري اللي هو ما زال لحد الآن الحسن ابن يسار، كبر ووصل لسن 14 سنة. قررت أسرته الجميلة الطيبة المباركة إن هم يسافروا من المدينة المنورة ويروحوا يعيشوا في البصرة. وكانت البصر زي ما قلنا يا جماعة مدينة أول من اختطها وأول من خطط المدينة ديت عمر بن الخطاب في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكانت مدينة بكر ولسه جديدة، وكان عاملينها لأهداف معينة. الهدف الأول إن هي تكون مدينة عسكرية تكون بمثابة التمويل لكل الجيوش الإسلامية اللي بتغزو في بلاد فارس، علشان يبقى مصدر تمويل قريب بدل ما لسه هيرجعوا المدينة، فيبقى مصدر تمويل للمجاهدين في سبيل الله. الحاجة الثانية إن هي تكون مدينة يجتمع فيها عدد كبير جدا من علماء الصحابة والتابعين، علشان كل من يسلم من بلاد فارس أو العراق يروح يتلقى العلم في مدينة البصرة. وكانت مدينة غنية لأن كان بتكثر فيها الغنائم اللي كانت بيوزع 4 تخمسة على المجاهدين، وخمسها كان بيرجع لبيت مال المسلمين، فبالتالي المدينة كانت غنية جدا. لكن الحسن البصري كان لا يلتفت لغنى أهل المدينة، لأنه كان رجل زاهد جدا، وكان قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، ثم علي بن أبي طالب لأنه تأثر به جدا. فلما وصل 14 سنة سافر هو وأسرته ومكثوا في بلد البصرة، ولذلك سمي منذ هذه اللحظة بالحسن البصري. ده سبب تسمية الحسن بأنه الحسن البصري. كان مسجد البصرة في الوقت ده كان بيموج بعدد كبير جدا من علماء التابعين والصحابة، وكانت حلقات العلم ما شاء الله ليل ونهار بفضل الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري في الوقت ده لازم وانقطع لابن عباس،
فضل ملازم سيدنا عبد الله بن عباس، وتلقى على ايده علم التفسير والحديث والقراءات، واخذ من غيره الفقه واللغه والادب، حتى اصبح عالما جامعا فقيها لكل انواع او لجل انواع العلوم بفضل الله سبحانه وتعالى، واقبل عليه الناس بشكل غير عادي عشان يتلقوا العلم على يد الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. وانتشر أمر الحسن البصري وذاع صيته في البلاد، وبدأ الناس كلهم يتكلموا ويتحدثوا عن الحسن البصري، وسيرته بقت على كل لسان، بقى يتكلموا عن زهده وخلقه وورعه وعلمه وأدبه ورقة قلبه ومواعظه المؤثرة. ما شاء الله، كان يعني من كل علم كان له حظ ونصيب في كل هذه العلوم، لدرجة أن حدث خالد ابن صفوان قال: لقيت مسلمة ابن عبد الملك في الحيرة، فقال لي: أخبرني يا خالد عن حسن البصرة، اللي هو الحسن البصري، فإني أظن أنك تعرفه من أمره ما لا يعرفه سواك. فراح قال له يبقى إيه؟ قال له: أصلح الله الأمير، أنا خير من يخبرك عن الحسن البصري، فأنا جاره في بيتي وجليسه في مجلسي وأعلم أهل البصرة به. فقال مسلمة: هات ما عندك. بيقول لخالد، بيقول له: أنا عايزك تعرفني مين هو الحسن البصري، أنا عمال أسمع عنه كلام كبير جدا. بص قال له بقى، قال: إنه امرؤ سريرته كعلانيته. أظن دي كفاية. يعني إحنا إيه لو قلنا الكلمة دي في حق أي إنسان ولمنا العدة ومشينا كده، كفاية أو إنك تسمع عن إنسان سريرته كعلانيته، لا بيعرف ينافق ولا بيعرف يرائي ولا بيعرف يجامل، اللي جواه هو اللي براه. ومين النهاردة جماعة اللي جواه زي اللي براه؟ ده موضوع يعني نادر، نادر جدا في هذا الزمان. قال: إنه امرؤ سريرته كعلانيته، خد بالك، وقوله كفعله، اللي بيقوله بيعمل بيه، ما بيقولش كلام كده وخلاص ويزين ويطلع يقول كلمات هو ما بيعملهاش أو بيعمل عكسها، لا. قال: إنه امرؤ سريرته كعلانيته وقوله كفعله، خد بالك، إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس به، لو أمر الناس بمعروف كان يبقى أكتر واحد بيعمله، وإذا نهى عن منكر كان أترك الناس له، ولو نهى عن منكر يبقى أكتر واحد فيهم بينتهي عن المنكر ده. ولقد رأيته مستغنيا عن الناس زاهدا بما في أيديهم، ورأيت الناس محتاجين إليه طالبين ما عنده. يا سلام. فقال مسلمة: حسبك يا خالد حسبك، كيف يضل قوم فيهم مثل هذا. الله، بيقول لك فعل اللي انت قلته، كيف يضل قوم فيهم رجل مثل هذا. ولذلك كانوا بيسألوا أقران الحسن البصري: ما السر في عظمة هذا الرجل؟ كان فعلا يا جماعة كان ليه مكانة كبيرة جدا، وكان ليه قدر عالي جدا عند الناس. بيقولوا: إيه السر في عظمة الحسن البصري؟ اختصروها في جملتين حلوين قوي، قالوا: احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. يا الله، رسالة، رسالة لأهل العلم: استغنوا عن دنيا الأغنياء وخلوهم يحتاجوا لدينكم، هتبقوا في أعلى منزلة بفضل الله. أما طول ما الإنسان عازم بالله عينه على سين وعين وصاد والقرب من فلان وفلان، فأين دينك؟ حسن البصري: ما السر في عظمتي؟ قالوا: استغنى عن ديننا، استغنى عن، احتجنا لديني واستغنى هو عن دنيانا. كان الحسن البصري جامعا للعلم، فقيها بيشهد له فقه، عابدا زاهدا في الدنيا، لدرجة أن أنس بن مالك، ودي كانت المفاجأة بقى كبيرة بجد، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يسألوه في بعض المسائل كان يقول: ها هو الحسن، سألوه، فإنه قد حفظ ونسينا. هو حافظ وإحنا نسينا، كبرنا في السن ونسينا. اسألوا الحسن البصري، فدي أكبر تزكية من أنس بن مالك الحسن البصري. تعالوا نكمل القصة الجميلة الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. هم كالملائك في السماء مطهرين، روائع التابعين في السماء مطهرين. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، تعالوا نكمل بعض النقاط ونلقي الضوء على الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. يعني الحقيقة كان ثروة كبيرة جدا في علمه، لدرجة أن أحد تلاميذه اللي هو أبو سلمة التبوذكي كان يقول حفظت عن الحسن 8000 مسألة. أمال هو كان حافظ قد إيه؟ بيقول أنا حفظت من الحسن البصري 8000 مسألة فقهية، وكان ليه مجلس خاص في منزله غير المسجد، غير دروس المسجد، كان ليه مجلس خاص في منزله، وكانوا بيروحوا له طلبة العلم ويطلبوا العلم على أيديه في كل وفي شتى أنحاء أنواع العلم وأنواع العلوم الشرعية. كان في كل العلوم كان أستاذ الأساتذة رحمه الله رحمة واسعة، لدرجة أن من ساعة علمه تأثر تلاميذه به. كان واحد منهم بيقول لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط. لو شفت الحسن وقعدت معاه هتقول أنا ما شفتش حد فقيه غير الحسن البصري. وكان منهم من يقول عن الحسن البصري هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. مش قلت لكم كانوا يقولوا لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لقلنا أن الحسن يوحى إليه. كان ليه كلمات حلوة قوي، كان ليه كلمات في غاية الحسن والجمال. يعني سبحان الله، وتمر الأيام، ولما جه الحجاج بن يوسف الثقفي وتولى من قبل بني أمية على العراق، أصبح وليا على العراق. وانتوا عارفين طبعا أنه كان رجل حاكم ظالم وغشوم وكان سفاكا للدماء، وناس كتيرة جدا كان بتخاف منه وتخاف تقف قدامه ويخافوا ان هم يصدعوا بكلمه الحق امام الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان في ناس معدودين على الاصابع هم دولت اللي قدروا يقفوا قدام الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان على راس هؤلاء الحسن البصري. تخيلوا، الحسن البصري يا جماعه معروف ان هو انسان رقيق القلب جدا، حساس ومشاعره جياشه جدا جدا، ودمعته قريبه وكلامه كله في الزهد والرقائق، مع انه فقيه ورجل علامه وكل حاجه، لكن كان اغلب كلامه في الزهد والرقائق. ورغم ذلك كان في الحق كان شديد جدا، ما كانش يهمه اي حد، وكان يقول كلمه الحق ولو على رقبته ولو على حياته. في يوم من الايام الحجاج بن يوسف الثقفي يعني بنى قصر كبير ليه في بلد اسمها واسط، ودي مدينة بين البصرة والكوفة. وراح جمع بقى الفقهاء والعلماء والناس وجماهير المسلمين عشان يتفرجوا بقى على القصر بتاعه، وعشان يثنوا عليه بقى ويمدحوه. فراح الناس وجمع عدد كبير جدا من الناس عشان يروحوا بقى يثنوا على القصر بتاع الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق. وراح معاهم الحسن البصري، الناس رايحة تمدح والحسن البصري رايح يقول له كلمتين مش هينساهم الحجاج بن يوسف العمر كله. فراح عشان يقول له أنت بتعمل إيه؟ راح عشان يفوقه من الغفلة اللي هو عايش فيها. فقال له الحسن البصري أول ما شاف القصر بتاعه وراح واقف قدام الناس وقدام الحجاج بن يوسف، وقال لقد نظرنا، وانا اقرا لكم الكلام بالنص، يعني قال لقد نظرنا فيما ابتنى اخبث الاخبثين فوجدنا ان فرعون شيد اعظم مما شيد وبنى اعلى مما بنى، ثم اهلك الله فرعون واتى على ما بنى وشيد، ليت الحجاج يعلم ان اهل السماء قد مقتوه وان اهل الارض قد غروه. أهل السماء قد مقتوه يعني كرهوه، وأهل الأرض قد غروه بينفقوه بيجملوه وهو أصلا مش عارف أنه على غلط، وأن أهل الأرض قد غروه. ومضى يتدفق في هذا الأسلوب حتى أشفق عليه أحد السامعين من نقمة الحجاج، فقال له حسبك يا أبا سعيد. أبو سعيد دي يعني اللقب بتاع أو الكنية بتاعت الحسن البصري. قال حسبك، كفاية كده، أنا خايف عليك من نقمة الحجاج. فقال حسبك يا أبا سعيد. فقال كلا والله لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وتاني يوم الحجاج ابن يوسف الثقفي دخل المجلس بتاعه وبص بقى للوزراء بتوعه وللحاشية بتاعته وهو يعني في قمة الغضب والغيظ، وقال لهم تبا لكم وسحقا
يقوم عبد من عبيد أهل البصرة، أهل البصرة، ويقول فينا ما شاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. وراح باعت للحسن البصري وأمر بالسيف والنطع أن هم يتجهزوا. السيف موجود أهو، والنطع بقى الحاجة اللي بتتحط تحت الرجل اللي هيقتل عشان الدم بتاعه إيه يعني لا يلوث بلاط القصر بتاع الحجاج ابن يوسف. وبعته للحسن البصري مجموعة من الشرطة تجيبه. فلما عرف إن هو رايح للحجاج ابن يوسف الثقفي، عرف إن هو رايح عشان يقتل. فلما دخل نظر فوجد السيف والنطع والجلاد، فحرك شفتيه، خد بالك من الحته ديت، حرك شفتيه وتمتم ببعض الكلمات. محدش سمع الحسن البصري قال ايه، ودخل بكل عزه وبكل قوه وبكل جرأه وشجاعه. على مين؟ على الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي هو رجل طاغيه وفي قمه العدوانيه وفي قمه الشراسه. ثم دخل عليه واقبل عليه وسلم عليه، خد بالك. فلما رآه الحجاج يعني داخل كده بعزة وقوة وثقة في الله سبحانه وتعالى، قال له ها هنا يا أبا سعيد، تفضل تفضل يا أبا سعيد، ها هنا اجلس. وراح طلب من الغلام يجيب له ايه، العطر. فراح جاب العطر وراح معطر لحية الحسن البصري ووش الحسن البصري ومطيبه ومطبطب عليه، وبدأ يجلس معاه ويسأله في بعض المسائل، ويسأله والحسن يرد، ويسأله في مسألة تانية والحسن يرد، ويسأل في ثالثة ورابعة وخمسة، وقعد يسأل الحسن البصري في أسئلة كتيرة جدا والحسن يرد. وفي الآخر قال له والله أنت سيد العلماء، أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ثم عطره، ثم أمر به أن يجلس في نفس المكان اللي كان بيجلس فيه الحجاج ابن يوسف الثقفي. ثم بعد ذلك استأذن الحسن وخرج، وتبعه حاجب الحجاج ابن يوسف. قال له يا حسن ماذا قلت؟ بالله عليك أخبرني ماذا قلت؟ فوالله لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل معك، ده هو كان بعت لك، والله كان جايبك عشان يقتلك، ورغم ذلك استقبلك أحسن استقبال في الدنيا، أنت قلت إيه؟ قال قلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. يا سلام. وفي يوم من الأيام حصل موقف تاني جميل جدا، حكيته لكم قبل كده، إن ابن هبيرة كان بيجيله رسائل من يزيد بن عبد الملك، وكان بيأمره ينفذ كل الكلام اللي في الرسائل. أحيانا يكون فيها أوامر فيها ظلم فكان بيضطر ينفذها. فراح بعت للشعبي والحسن البصري عايز يعرف هل لي رخصة في دين الله إن هو ينفذ كل الكلام اللي في الرسائل. فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومصايرة، أنا عايز أقول له أنت معذور يعني هتعمل إيه يعني، فاهم إزاي؟ فتعجب ابن هبيرة، وابن هبيرة كان واليا على العراقين الكوفة والبصرة، فنظر إلى الحسن البصري وقال ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال له يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري، وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج الحسن البصري والشعبي من عند ابن هبيرة ودخل المسجد، اجتمع الناس عليهما وقالوا ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عنه وقرب إليه الحسن فحببه إليه فأكرمه وبالغ في أعظامه وإكرامه. يا سلام. عاش الحسن البصري حوالي 80 سنة، ملا الدنيا علم وفقه وزهد وحكمة،
وملى الدنيا رقائق ومواعظ جميلة أثرت في قلوب كثير من الناس. واحد مرة سأله عن الدنيا، بيقول له الدنيا رأيك كيف الدنيا يا حسن؟ قال له تسألني عن الدنيا والآخرة؟ إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، فإن ازددت من هذه ازددت فإن ازددت قربا من هذه ازددت بعدا من هذه، وإن ازددت قربا من هذه ازددت بعدا من هذه. وتقول لي صف لي هذه الدار، فماذا أصف لك من دار أولها عناء الدنيا وآخرها فناء، وفي حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وفي ليلة الجمعة في أول شهر رجب سنة 110 هجرية مات الحسن البصري، وارتجت البصرة حزنا على موت الحسن البصري، لدرجة أن لم تقم صلاة العصر في ذلك اليوم في جامع البصرة، مش عشان حاجة، لأن كل الناس خرجوا عشان يدفنوا الحسن البصري وعشان يدعوا له عند قبره، فما كانش فيه ولا واحد موجود في المكان دوت، فبالتالي لم يقم صلاة العصر. وكان في هذا اليوم الحزن خيم على كل أهل البصرة بسبب موت العالم الجليل اللي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى من إيدين أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي رضعته، وكانت أمه من ناحيتين لأنها أم المؤمنين ولأنها هي اللي رضعته مع أمه الحقيقية اللي هي خيرة اللي هي مولاة أم سلمة. الحسن البصري اللي جمع حاجات عجيبة جدا في وقت واحد، رقة القلب وفي نفس الوقت قوة في قول الحق، اللي جمع عبادة وفي نفس الوقت ما شاء الله خشوع وبكاء وزهد وطلب علم وتبليغ دعوة وسفر لطلب العلم وأدب لا يخطر على قلب بشر وكلام كله حكمة، لدرجة زي ما قلت لحضرتك كانوا يقولون لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء. حقيقة الحسن البصري كان ليه كلمات حلوة قوي، كان يقول لك من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر، سيبها له، سيب له الدنيا كلها. وبعدين كان ليه كلمات أنا مش قادر أقول لك، اقرأ مواعظ في كتاب اسمه مواعظ الإمام الحسن البصري، اقرأ وشوف الراجل ده كان بيقول كلام عامل إزاي، إن دل على شيء فيدل على فعلا كل ما تقرب من نبعين الصافيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي الخير كله. أخويا وحبيبي كان قصتنا النهاردة مع الحسن البصري، بكرة إن شاء الله نلتقي مع تابعي آخر لنتعلم درسا جديدا. ربنا يجمعنا وإياكم مع هؤلاء الصحب على هؤلاء التابعين اللي تعلموا على يد الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام.